بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه هاري وهو سايق العربية بتاعته بالليل على طريق ضلمة، وبيشوف عربية راكنة على جنبه وواضح انها عطلانة بس مش بيلاقي حد جنبها، وبيكمل طريقه عادي لانه بالليل وما ينفعش يقف في مكان مقطوع زي ده. وفجأة بيشوف واحد ماشي على الطريق بس وشه مش باين، والشخص ده بيقف فجأة قدام العربية وبيضطر هاري يقف له علشان يركب. وبعد ما بيركب العربية بيبان على الشخص ده انه مش طبيعي، وبنعرف انه صاحب العربية اللي كانت عطلانة على الطريق. والراجل بيسأل هاري ازاي يقف لأي حد كده على الطريق عادي، وهاري مش بيفهم ايه الغريب في الموضوع، فبيقول له وارد يكون الشخص اللي واقف بيدعي ان عربيته عطلانه وبيعمل لك فخ مثلا، ويكون واقف مستنيك اصلا علشان يسرق فلوسك وعربيتك. وهنا بتتغير ملامح هاري وبيبان عليه القلق، بس فجاه بيضحك الشخص ده وبيقول لهاري انه كان بيهزر معاه، فبيضحك هاري هو كمان وبيقول له اكيد طبعا نفس الشيء ينطبق عليك، يعني ممكن اكون انا اللي عامل لك الفخ ده واكون متعمد عطل العربيه بتاعتك وبكده هتضطر تركب معايا. وهنا الشخص التاني بيستغرب وبيبطل ضحك فجأة وبيقول له طب وانت ممكن تعمل كده ليه؟ فبيقول له هاري ان ممكن يكون حد مأجرني مثلا علشان اقتلك. ولما بيسأله مين اللي هيكون له مصلحة في قتله، فبيقول له احتمال مراتك هي اللي عايزة تقتلك، او ممكن حد تاني متضايق منك، وبرضه جايز طليقتك عايزة تخلص منك لأي سبب، وبالتأكيد هيكون ارخص انها تجيب حد يقتلك من انها تجيب محامي ياخد فلوس كتير، وانت عارف ان اليومين دول المحاميين بياخدوا مبالغ مهولة. وهنا بيتوتر الشخص ده وبيخاف وبيطلب من هاري يوقف في العربية فورا، فبيضحك هاري انه قدر يرد له السخرية ويرعبه، بس بيطلع انه ما كانش بيهزر وبنلاقيه فعلا قتل وبيدفنه. ولما تليفون هاري بيرن بنعرف ان عنده مهمة جديدة. وتاني يوم الصبح بيدخل شاب اسمه ري لمطعم، وبيكون في ايده ورقة مكتوبة من حد انه يقابله في المطعم ده، ولما بيقابله بيعرف انه بيشتغل محقق خاص، وبيقول له انه كان شغال على قضية وبالصدفة اثناء التحريات عرف معلومات تخص ري، وبيديله ظرف فيه صور لواحدة اسمها ليان واللي تبقى مرات ري، وبيقول له انه شاف مراته في فندق مع واحد تاني، ولكن ري مش بيصدق الكلام ده، وده لانه بيثق في مراته جدا وبيسيبه وبيمشي. وبعدها ري بيروح مع ليان للبنك علشان ياخدوا قرض، وبتكون عايزه القرض ده علشان عايزه تعمل مشروع وعايزه البنك يمول لها المشروع ده، وبتفضل ليان تشرح للموظف قد ايه المشروع ده مهم ليها وانها شاطره جدا في شغلها، ولكن بيبان من ردود موظف البنك انه مش مقتنع بفكره المشروع. ولما بيمشوا بتفضل ليان تعتب على ري انه كان ساكت وقت المقابله وما كانش بيساعدها في اقناع موظف البنك بالمشروع. وبعد شوية على الطريق بيلاقوا مركب فخم وغالي، وسبب استغراب ري لان المركب الفخم ده واقف قدام بيت جونيور صاحبه، وليان بتعجب بيه جدا ولكن ري مش بيبقى فارق معاه. ولما بيقعدوا كلهم جونيور بيفضل يحكي عن ايام الجامعة وان ري كان ساذج وجبان ومش بيعرف يتكلم مع البنات، وري بيزعل علشان ما ينفعش صاحبه يتكلم قدام مراته بالشكل ده. ولما بيرجعوا البيت بيظهر على ليان الزعل، وبتتكلم مع ري بطريقة وحشة وبتلومه على سلبيته وطيبته الزايدة عن اللزوم، وبتعترض على نمط حياتهم الممل، ولكن ري بيسكت ومش بيصدر منه اي رد فعل، وده بيعصبها منه اكتر فبتمشي وبتسيبه لما بتحس ان مفيش امل. ولما ري بيروح الشغل بنعرف انه شريك جونيور صاحبه، وبنشوفه وهو بيعتب عليه وعلى طريقة كلامه قدام الناس امبارح، وانه دايما بيصغره وبيقلل من احترامه، وبالرغم من انهم شركة ودخلهم زي بعض لكن جونيور بيمتلك بيت اكبر ومستوى معيشة احسن من ري، فبيضحك عليه جونيور بكلمتين وبيهديه وبيوعده بانه هيعمل له اللي هو عايزه. فبيقول له ري انه محتاج سلفة يديها لمراته علشان تعمل المشروع اللي بتحلم، ولكن جونيور بيرفض وبيقول له بلاش تدخل العواطف في الشغل. ولما بيرجع ري البيت بالليل بيلاقي مراته لابسه فستان وواضح انها خارجه، ولما بيسالها رايحه فين بتقول له شيء ما يخصكش، يخرب بيت الذل اللي انت فيه، وبيعرفها انه كلم جونيور على موضوع السلفه علشان المشروع لكنه رفض. ولما بتسمع الكلام ده بتغضب منه اكتر ومش بترد عليه وبتسيبه وتمشي. بعدها بنشوف ري وهو رايح محل اسلحه علشان يشتري سلاح، وفعلا بيشتري مسدس وبيروح يقف بعربيته عند الفندق اللي المحقق قال له ان مراته بتخونه فيه، وبيطلع انه كان شاري المسدس علشان ينتحر. واول ما بيوجه المسدس على راسه بيتفاجئ بواحد بيركب جنبه، ولكن ري مش بيكون عارفه، وبنفهم من كلام الشخص ده ان هو كمان ما يعرفش ري. وبعدها بنشوفه وهو بيدي ري ظرف فيه فلوس وبيقول له لازم تقتله بكره، فبيتفاجئ ري من كلامه وبيقول له اقتل مين، فبيقول له زي ما اتفقنا في التليفون وعندك اسمه وعنوانه في الورقه، ولكن ري بيقول له انه ما يقدرش يقتل حد، فبيقول له بس معروف عنك انك شخص محترف والقتل ده سهل بالنسبه لك، وبيقول له ان لو سبب رفضه علشان الفلوس قليله هو ممكن يزود له الفلوس بس ينفذ اللي هم اتفقوا عليه. وبعد ما بينزل بيفتح ري الشنطه وبيلاقي فيها فلوس واسم الشخص اللي هيتقتل. وبعد شويه بيوصل هاري بالعربيه بتاعته لنفس المكان، وبيكون مستني الشخص اللي اتصل بيه في اول الفيلم، ومن هنا بنفهم ان الشخص ده كان جاي اصلا يقابل هاري، ولكنه لما لقى ري واقف بعربيته فكر ان هو ده القاتل المأجور. وتاني يوم الصبح بنشوف ري وهو واقف قدام بيت الشخص اللي هيقتله وبيتحرك وراه بالعربيه علشان يراقبه، وبعدها بنشوف هاري وهو
رايح يدور على الشخص اللي كلمه في التليفون، وده علشان يعرف هو ليه ما جاش يقابله. ولما بيرن على الرقم اللي كلمه بيلاقيه تليفون في بار، وبكده بيعرف انه مش سهل يوصل للشخص اللي كلمه. وبيكون ري لسه بيراقب الراجل وبيتابع كل تحركاته لحد ما بيوصل وراه لنفس البار. ولما بيدخل بيتفاجئ بالمحقق موجود جوه، وبيفضل المحقق يتكلم كتير لكن ري مش بيكون مركز معاه وكل تركيزه على الراجل اللي بيراقبه. ولما الراجل بيقوم يمشي ري بيخرج وراه ولكن مش بيلاقيه. واول ما بيجي ري يركب عربيته بيظهر فجأة وبيضربه. ولما بيفوق ري في العربية بيلاقي الشخص ده قاعد جنبه وبيسأله انت مين وبتراقبني ليه. فبيخاف ري وبيكون مرتبك ومش عارف يرد عليه. والراجل بيلاقي قدامه في العربية الصور اللي المحقق اداها لري قبل كده واللي هي صور مراته. ولما بيسأله مين دي ري ما بيعرفش يرد عليه. ولما الراجل بيحاول يخنقه ري بيدافع عن نفسه وبيطلع مسدسه ويضربه بالنار. وبعدها بيسوق عربيته وبيروح لطريق ضلمة وبيرمي الجثة. وبعد كده بيركن في حتة بعيدة وبينظف العربية من اثار الدم، وبيطلع بسرعة على بيت صاحبه ولكن مش بيلاقيه هناك. واللي بتقابله كايلا اللي بتكون مرات صاحبه، وبيسألها لو تعرف مكانه. فبتقول له في وقت متأخر زي ده اكيد سهران مع واحدة. فبيدخل البيت وبيستغرب انها عارفة ان جوزها بيخونها ومع ذلك ما اتكلمتش معاه في الموضوع ده. فبتقول له لانه طبيعي هيكذب وهينكر انه بيخونها. وبتسأله انت ما تعرفش هو مع مين دلوقتي، ولكن ري بيبان عليه انه مش عارف حاجة عن الموضوع ده. فبتقول له في حالة انك لو عارف تبقى مصيبة ولو مش عارف تبقى كارثة. فبيستغرب ري وبيكون عايز يعرف ايه السبب. فبتقول له ان الست اللي جونيور معاها دلوقتي تبقى ليان مراته، ولكن ري مش بيصدق كلامها وبيقول لها مستحيل ليان تعمل كده. وعلشان تأكد له ان كلامها مظبوط بتوري له مفتاح اوضة الفندق اللي بيسهروا فيه كل ليلة، واللي بالصدفة نساه جونيور في هدومه امبارح. وبيكون ده نفس الفندق اللي المحقق قال له انه شاف ليان هناك. وفي نفس الوقت ده بتكون الشرطة وصلت لجثة الراجل وبيبدأوا يتحروا عنها، وبنعرف انه محامي واسمه جيمس. وبيلاحظ الشرطي وجود صورة واقعة جنب جيمس، وبتطلع صورة ليان اللي كانت مع ري في العربية. وبعدها بنروح للراجل اللي اتفق مع ري علشان يقتل جيمس، وبنشوفه وهو داخل يسرق مكتب جيمس، وبيتفاجئ لما بيلاقي الخزنة مفتوحة وفاضية. فبيشك ان ري بعد ما قتل جيمس سرق الفلوس اللي موجودة في الخزنة، فبيقرر يروح للشغل علشان ياخد الفلوس منه. ولما بيمسكه بيهدده انه لو ما جابش الفلوس هيبلغ الشرطة ان هو اللي قتل جيمس. وهنا ري بيستغرب هو عرف مكان شغله منين، فبيقول له علشان لما كان بيقابله المرة اللي فاتت كان لابس اليونيفورم بتاع المكان ده. والاول مرة بنشوف ري متعصب وما بيكونش عارف هيعمل ايه ولا هيجيب الفلوس دي منين. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطة عند بيت ليان وبتقبض عليها، وده علشان يعرفوا ايه سبب وجود صورتها مع القتيل. ولما ري بيطلع علشان ياخد عربيته بيلاقي المحقق واقف مستنيه، والمحقق بيقول له سمعت اخر الاخبار. وبيكون ري متعصب وبيطلب منه يسيبه في حاله لانه مش فضيله، ولكن بيصمم المحقق انه يركب معاه العربية وبياخده على مطعم قريب. وهناك بيعرفوا ان المدينة مقلوبة بسبب موت جيمس المحامي، وبيتوتر ري لما بيلاقي نفسه محاصر وبيضطر يحكي للمحقق. ومن غير تفكير بيقول له انه ما كانش يقصد يقتله، والمحقق بيقول له يعني ضربته بالرصاص في راسه ومش عايزه يموت. فبيقول له ري انه كان بيدافع عن نفسه لان هو اللي هجم عليه الاول، وانه لو ما كانش قتله كان زمانه هو اللي ميت دلوقتي. وبيستغله المحقق وبيقول له ما فيش قدامك غير خيارين، اولهم انه يبلغ عنه الشرطة ويترقى ويبقى محقق رسمي لانه لحد دلوقتي لسه شغال بشكل غير رسمي، والخيار التاني انه يوافق يساعده في حل لغز القضية علشان برضه يترقى ويبقى محقق رسمي، وساعتها هيطلعه من القضية على انه قتل خطأ. وبكده ري ما عندوش اي حل غير انه ياخده على هواه لحد ما يلاقي مخرج من الموقف ده. وفي نفس الوقت بنشوف هاري وهو بيدور على الشخص اللي كلفه بمهمة القتل، وبيروح على المكان اللي استقبل منه المكالمة، وبيقابل بنت بتقوله على واحدة تانية بتشتغل معاها اسمها انجي، وبتكون دي البنت اللي تعرف الشخص ده وانها على علاقة بيه. وبعدها بنشوفه وهو قاعد مستنيها تخرج من الشغل، ولما بيروح وراها على البيت بتاعها بياخد شاكوش وبيدخل عليها. وفي الوقت ده بيكون ري والمحقق وصلوا لأول خط في القضية، وبيدخلوا المكتب المحامي علشان يعرفوا معلومات أكتر تفيدهم. ولكن لما بيقابلوا المساعد بتاع جيمس مش بيوافق إنه يتكلم معاهم في أي تفاصيل، وده لأنهم هناك بشكل غير رسمي. بس المحقق بيستخدم الحيلة وبيستدرجه للحمام، وقتها بيعرف يهدده ويخرج منه المعلومات اللي هو عايزها، واللي بتكون عن تاجر سيارات مشهور اسمه آدم، وإنه سمع المحامي بيتكلم مع آدم قبل الحادثة عن قضية ابتزاز. وبنرجع لهاري وبيكون قاعد مع إنجي في بيتها ومستنيين الشخص اللي اتفق معاه في التليفون على القتل. وأول ما بيوصل البيت بيلاقي إنجي قاعدة مع راجل غريب وبيهددها بالمسدس، وهاري بيسأله ليه ما جاش في الميعاد اللي اتفقوا عليه، لكنه بيرد عليه وبيقول له ميعاد ايه وانت مين اصلا. فبيعرفه ان القاتل المأجور اللي اتكلم معاه في التليفون واتفقوا على قتل جيمس. فبيستغرب وبيعرفه ان في واحد تاني قابله على اساس ان هو القاتل وخد منه الفلوس، وبيوصف له شكل ري والمكان اللي بيشتغل فيه. وفي نفس الوقت ده بيكون ري والمحقق وصلوا لمعرض السيارات علشان يقابلوا ادم واللي بيكون اخر حد كلمه المحامي قبل ما يموت. ولما ري بيحاول يقابله علشان يفهم منه ايه علاقته بجيمس
الجنس اللي كان بيتكلم معاه قبل ما يموت عن قضية ابتزاز، ادم بيتعصب وبيطرده من المعرض وبيقول له انه ملوش علاقة بالموضوع ده. واول ما ري بيخرج وبيركب العربية مع المحقق، بيلاقي ادم بيركب وراء العربية ومعاه مسدس وبيهدده انه هيقتله لو ما قالوش فين الفلوس. بس ري مش بيكون عارف فلوس ايه اللي بيسأل عليها، والمحقق بيحاول يهدي ادم وبيقول له المفروض ان انت اللي تقول لنا الفلوس دي فين. وفجأة بتيجي مرات ادم وبتقطع كلامهم علشان تعرف لو عايزين يشربوا حاجة، ولكن بيلاقي ادم بيخبي المسدس وبيغير الموضوع قدامها علشان ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. وبعد ما بتمشي بيكملوا كلامهم، وبيكون ادم مش عايز مراته تسمع هم بيقولوا ايه، لانه كان على علاقة ببنت اسمها انجي، وبنعرف انها صورته وابتزته بالصور اللي معاها، وكانت عايزة تاخد منه 250 الف دولار مقابل الصور دي. وبنعرف ان المحامي كان وسيط بينهم، وكان دوره انه ياخد الفلوس من ادم ويوصلها لانجي، لكن بموت جيمس للاسف الفلوس اختفت وما وصلتش لانجي. وفي نفس الوقت ده بتكون ليان خرجت من اسم الشرطة، واول ما بتدخل البيت بتفتش في حاجات ري لانها بتكون شاكة فيه، وبالصدفة بتلاقي الفلوس اللي ري اخدها من الراجل مقابل قتل جيمس. وبعد ما ري والمحقق بيخلصوا كلامهم مع ادم، بيروحوا لانجي علشان ياخدوا منها الفلوس، وبيعرفوا منها ان اللي حصل ده كان خطة بينها وبين ادم علشان ياخدوا ال 250 الف دولار. وبنفهم وقتها ان مرات ادم هي اللي غنية مش هو، وادم عمل الخطة دي علشان ياخد الفلوس لنفسه، واتفق مع انجي انه هيديلها 10% من المبلغ، وبتقول ان حبيبها هو اللي قرر ان 10% مش كفاية، وعلشان كده اجر واحد يقتل المحامي، وكان عاوز ياخد المبلغ كله لنفسه. والقاتل الحقيقي جالهم، ولما ملقاش الفلوس قتل حبيبها، وبتعرفهم ان القاتل الحقيقي مازال بيدور على الفلوس. بس بتعرفهم ان قبل ما يقتل حبيبها عرف منه مواصفات ري ومكان بيته ومكان شغله، ولما خرج من عندهم راح يدور عليه. وري لما بيسمع الكلام ده بيخاف على مراته، وبيبقى عاوز يروح لها بسرعة قبل ما القاتل يوصل لها. وبتكون ليان في الوقت ده رايحة لجونيور علشان تحكي له عن الفلوس اللي لقتها، ولما بتوصل عنده وبتحكي له بيكون رأي جونيور ان مش علشان ري معاه فلوس يبقى له علاقة بجريمة القتل، ولكن ليان بتوري له ورقة لقتها مع الفلوس فيها عنوان المحامي اللي اتقتل، ومن ده بتأكد له ان ري هو القاتل. ولأن الخبر انتشر في المدينة كلها، فجونيور بيكون عارف ان في مبلغ كبير اتسرق من مكتب المحامي. ولما ري بيوصل البيت مش بيلاقي مراته هناك، فبياخدوا المحقق وبيروحوا للبار علشان ري يهدي أعصابه. وبعد شوية بيدخل عليهم اتنين بيطلبوا منهم يجوا معاهم، وبيطلع انهم شغالين مع الست مرات صاحب معرض السيارات، وبتحكي لهم انها عارفة كل القصة، وبتسألهم على مكان الفلوس بتاعتها. فبيقول لها المحقق انهم بالفعل بيدوروا على اللي سرق الفلوس من خزنة مكتب المحامي، وهنا بتعرفهم ان هي اللي بعتت رجالتها بعد موت المحامي علشان يجيبوا الفلوس من الخزنة، ولكنهم للأسف لقوا الخزنة فاضية. ولما بيمشوا من عندها بيفكروا مين اللي ممكن يكون سرق الفلوس، وفجأة ري بيوقف العربية وبيقول ان الفلوس محدش سرقها. وبيفتكر ري انه لما كان بيراقب المحامي شافه شايل شنطة وبيحطها في عربيته، وبيروحوا لاخر مكان عربية المحامي كانت واقفة فيه. ولما بيلاقوا العربية مقفولة، المحقق بيكسر الازاز وبيفتح العربية، وفعلا بيلاقوا الشنطة جواها وفيها الفلوس. وبيقرر المحقق انه ياخد الفلوس ويسلمها للشرطة علشان يترقى، ولكنه بيتفاجئ ان ري بيهدده بمسدس، وبيكون عايز ياخد الفلوس لمراته علشان تعمل المشروع اللي بتحلم بيه. وبعدها بيتصل على ليان وبيعرفها انه جاب لها الفلوس اللي محتاجاها. ولما بيوصل البيت بيلاقي جونيور معاها، وبيصرحوه انهم عرفوا انه هو اللي قتل المحامي، فبيقول ري انه عمل كل ده علشان بيحبها، وانه كمان جاب لها فلوس المشروع علشان ترضى عنه. ولكنه بيتفاجئ بصوت سرينة الشرطة بتقرب من البيت، وليان بتقول له انهم عملوا كده علشان مصلحته. وبعدها الشرطة بتقبض عليه، وبيفرحوا انهم تخلصوا من ري واخدوا الفلوس لنفسهم. وفي الوقت ده بيكون هاري قاعد بيسمع اللاسلكي بتاع الشرطة، وبيسمعهم بيقولوا انهم قبضوا على الشخص اللي قتل المحامي ومتحركين بيه للاسم. وبسرعة بيركب عربيته وبيروح لهم علشان يعرف مين اللي سرق منه الشغلانة، وبيقرر يهجم على الشرطة علشان يعرف من ري مكان الفلوس. ولما بينشغل في قتلهم ري بيستغل ده وبيهرب، وبيكون في الوقت ده ليان وجونيور مسافرين وبياخدوا معاهم الفلوس والمركب الفخم. وفي نفس الوقت بيكون المحقق في اسم الشرطة علشان يبلغ ان ري هو القاتل، ولكنه بيتفاجئ ان افراد الشرطة بيجروا علشان في حد هجم على عربية الشرطة، وبيسمعهم بيقولوا على مواصفات العربية اللي هجمت على عربية الشرطة. وفورا بياخد عربيته وبيدور على اي عربية بالمواصفات دي، وبيكون حريص انه يلاقيها قبل الشرطة، لحد ما بيشوف عربية بنفس المواصفات وبيتأكد انها نفس العربية من اثر ضرب النار. واثناء ما بيعاين العربية بيلاقي هاري وراه ماسك مسدس، وري بعد ما هرب بيروح على بيت جونيور علشان يعرف ليه بلغ عنه الشرطة، ولكنه بيعرف من مرات جونيور انه اخد الفلوس وهرب مع ليان. وفي ظل استيعاب ري انه قد ايه كان غبي، بتجيله مكالمة من رقم المحقق، ولما بيرد عليه بيلاقي انه هاري وبيقول له يجي ومعاه الفلوس والا هيقتل المحقق. وهنا ري بيحس ان المحقق ملوش ذنب ولازم ينقذه، فبيوعده انه هيجيب له الفلوس. وبيلف ري بعربيته في كل مكان في المدينة علشان يدور على ليان وجونيور، وبيلاقيهم اخيرا لما بيشوف المركب بتاع جونيور واقف عند فندق، وبيلاقي عربية الروم سيرفيس واقفة وفيها مفاتيح كل الغرف، فبياخد منها المفتاح وبي
بيدخل الغرفة بتاعتهم، وبيتأكد أكتر إنها غرفتهم لما بيلاقي الشنطة على السرير، ولما بيشوفهم مع بعض بيقتل جونيور، ومش بيقدر يقتل ليان لأنه بيحبها وبيسيبها تمشي. وهاري بيوصل عند الفندق وبيرن عليه علشان يطلع له بالفلوس، وأول ما بيطلع بيطلب منه يسيب المحقق الأول علشان ياخد الفلوس. وأول ما المحقق بيوصل عنده، ري بيضرب عليه نار وبيدخله بسرعة للغرفة، وري بيطلب من المحقق إنه يهرب من الشباك وياخد الفلوس يسلمها للشرطة. ولما هاري بيدخل وراهم بيلاقي المحقق هرب فعلا، فبنسمع صوت ضرب نار، وبعدها بنشوف هاري وهو خارج رايح لعربيته، ولما بيركب عربيته بنلاقي انه مصاب في بطنه اصابة خطيرة. والمحقق بيشوف ليان ماشية في الشارع وبياخدها معاه، وري بيفضل قاعد يفكر يا ترى ليان بتحبه ولا لا. وبيخلص الفيلم على كده. تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، لو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة، وسلام.